إذا سمحت لي أن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف سيد فيتشسلاف ماتوزوف، الكاتب والمحلل السياسي الروسي. سيد فيتشسلاف، أرحب بك. مرحبا، مساء الخير. مساء النور. يعني دعني أبدأ معك إذن برؤيتك أو تعليقك أو متابعتك للاجتماع الذي جمع بين وزير خارجية سوريا وليد المعلم ونظيره الروسي سيرجي لافروف. تفضل. هذا اللقاء أكثر الأهمية لأن التطورات في شمال سوريا اليوم خطيرة جدا. جيش العربي السوري فترة طويلة كان يتركز ويحضر قواتها العسكرية إلى الهجوم على آخر مركز السناد للقوة الإرهابية جبهة النصرة و هي تحرير الشام. عمليا هذا اخوان مسلمين سوريا نتركز بهذين المنظمتين، وجيش سوري بدعم من قبل قوات جوية فضائية روسية يحضر هذا الهجوم لاخر القلعة الارهابية في سوريا. وطبعا هذا يقلق قيادة تركية على اساس انه هذا خسارة في ادلب تؤدي إلى تحرير أراضي سوريا من كل القوات الأجنبية تقريبا، لأن مع أمريكا ووجودها العسكري في ضفة شرقية لنهر الفرات، برأيي أنا هذا ليست لهذه درجة الخطورة، لأن أمريكا إجت وإذا ضرورة تنسحب من هذه المنطقة. أما تركيا كدولة حدودية هناك خطر جسيم أن تتركز لتوسيع الدولة التركية على حساب الدولة العربية السورية. هذا هو المبدأ الأساسي تمتلك منها روسيا. وخلال لقاء مع لافروف اليوم وليد معلم، لافروف قال بكل صراحة أن روسيا تقدم كل الدعم لسوريا لتحرير أراضيها ليثبتوا السيادة السورية في كل شبر. في ماذا يتمثل هذا الدعم سيد فيتشسلاف؟ الدعم العسكري. نحن موجودين في سوريا بصفتين، صفة واحدة هذا قوات جوية فضائية روسية وتتركز في قاعدة الجوية في حميميم وقاعدة بحرية في طرطوس، وعلى الأرض يشتغلوا ويعملوا القوات البرية فقط في حدود العمل البوليس العسكري لكي يدخلوا المناطق المتنازع عليها أي تحتاج القوة حيادية، وقوة حيادية هذا بوليس العسكري الروسي. ولذلك الجيش السوري هو عنصر أساسي مكافحة الإرهاب في سوريا ليست روسيا. نعم، ولكن كما تفضلت بالذكر أن روسيا تقدم كل الدعم إلى سوريا لإخراجها من هذه الأزمة سيد فيتشسلاف، هذا ما تفضلت بذكره. السؤال الآن، ألا يوجد أي أوراق ضغط من جانب روسيا على الجانب التركي للخروج من الشمال السوري؟ أوراق لا يوجد باليد الروسية إلا الموقف المبدئي الروسي، موقف الذي روسيا لم تتراجع عنها. مبادئ الأساسية هي احترام القوانين الدولية، دستور الأمم المتحدة الذي يمنع احتلال أراضي دول المجاورة، وتركيا لا شك كل مبرراتها أنها تحب الدفاع عن الشعب السوري من النظام الإجرامي. هذا الكلام مرفوض رفضا قاطعا من قبل روسيا، لأن روسيا تعتبر أن الحكومة السورية حكومة شرعية تمثل الشعب السوري وتكافح كل القوى الإرهابية. نعم، هذا يعني أفهم من حديثك سيد فيتشسلاف أن الدعم الروسي يتمثل في دعم مواقف أو يعني الوقوف بجانب الموقف السوري، أن سوريا يجب أن تعيش حياة كريمة، حياة آمنة وسليمة، ولكن ليس دعم عسكري كما تفضلت. لا، بالعكس، الدعم العسكري الروسي لعب دورا اساسيا في تحرير ثلاث ارباع اراضي سوريا من الارهابيين بمفاوضات سياسيه باغلب الاحيان بنتيجه اللقاء استانا، حيث كانت تلتقي ايران
تركيا وروسيا وانسحبوا في مركز في مقاطعة واحدة إدلب، وهناك لاجئين من كل عناصر إرهابية من كل أنحاء سوريا تتركز. نعم، دعني أختم معك. هناك حوالي 50,000 أجنبي. دعني أختم معك بهذا السؤال تحديدا سيد فتشسلاف، يعني إن كنا نتحدث عن الدعم الروسي، لافروف في لقائه مع وليد المعلم قال أن سوريا تعيش حاليا مرحلة الانتقال إلى الحياة السلمية. دعنا نفهم منك تفاصيل هذا التصريح سيد فتشسلاف. لأنه عمليا الحرب على وشك هي نهاية، لأن بعد انتصارات في إدلب، بعد تحرير إدلب مقاطعة إدلب، ستبقى هناك فقط وجود العسكري الأمريكي، ومع الأمريكا علاقات دولية يمكن أن يتفقوا في نهاية المطاف مع دونالد ترامب. أما الضرب الأساسي على القوة الإرهابية في إدلب هذا نهاية المعركة، ونحن أمام إعادة البناء دولة سورية على أسس جديدة. وروسيا بادرت في طرح أمام الأطراف السورية كحكومية والمعارضة الفكرة التشكيل الدستور الجديد. نعم. على أسس الجديدة وانتخابات حرة شفافة، القيادة الجديدة، وهذا فكرة سياسية. وإضافة إلى هل السياسي، هناك ضرورة اليوم مش امبارح مش الغد بناء الاقتصاد السوري، وروسيا في هذا الأمر تتعاون مع دول أخرى، مع دول أوروبية ودول عربية لتقديم المساعدات الاقتصادية لسوريا لإعادة البناء. نعم. لأن الدولة 8 سنوات أو 9 سنوات يخربونها يدمرونها، اتهامات كل مواجهة إلى روسيا أن هذا روسيا مسؤولة، ولكن بنهاية المطاف كل العناصر الأجنبية وهذا 100,000 مقاتل أعطوا إلى سوريا من وين؟ عبر أراضي تركيا ليست لا غيرها، وهناك نصف العالم ممثل في كل هذه المقاتلات، وين هم؟ موجودين ولا يعرفون إلى وين. نعم، بالتأكيد هذه نقطة صحيحة أن الإرهابيين المتواجدين في سوريا هم من تركيا. سيد فتشسلاف أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر الهاتف فتشسلاف ماتوزوف الكاتب والمحلل السياسي الروسي.